ليه مفيد فوزي كان بيكره الشعراوي؟ أول من أدخل الصحافة التلفزيونية للإعلام، مثير للجدل، واتقال إنه يوم موت الشعراوي فرح فيه. أهداني الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كوز درة. اتسبب كوز درة في الزعل بينه وبين عالم دين جليل، اتعرض لموقف محرج مع وزير داخلية سابق، أعلن كرهه ورفضه للحجاب رغم إنه مش مسلم. كتب سلسلة مقالات باسم واحدة ست وسمى نفسه نادي عابد. استفز أحمد زكي لدرجة إنه اتخانق معاه وقال له ما تتدخلش في حياتي. قال عن عمرو دياب ده مطرب بعضلات وملوش صوت، ونفسي أضرب دينا الشربيني بالقلم. الوحيد اللي قدر يحرج ياسمين عز وعلى الهوى، قالوا إن القبر رفض دخوله لأنه غلط في الشعراوي. يا ترى إيه حصل في الجنازة؟ وهل ده حقيقي ولا لأ؟ هنتكلم النهاردة عن مفيد فوزي. ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هو حقيقي كان مفيد فوزي بيكره الشيخ الشعراوي لدرجة انه قال انا فرحت يوم موته؟ النهاردة هنعرف سوا مين هو الصحفي والاعلامي مفيد فوزي. سنة 1933 وتحديدا في 19 يونيو اتولد الطفل مفيد للأب فوزي سعد موظف بوزارة الصحة، والأم مريم فرج اللي كانت ربة منزل في بني سويف محل ميلاده وطفولته، لحد ما التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم لغة إنجليزية. بعدها بحث عن شغل بالصحافة وقدر يدخل المجال وهو لسه في الدراسة سنة 1957 في جريدة روزا اليوسف، وتخرج من الجامعة سنة 1959. مفيد فوزي كان أول إعلامي يقدم فكرة التقارير التلفزيونية أو صحافة التلفزيون وإنه يشتغل معد للبرامج، لحد ما في سنة 1982 صدر قرار ليه بالظهور على الشاشة في برامج حوارية زي عصر من الفن، وده برنامج خاص عن كوكب الشرق أم كلثوم، واللي ذكر إنها تسببت في فصله من شغله، غير إنه كتب فوازير رمضان للإذاعة المصرية لمدة 10 سنين متصلة، وقال إن الإذاعية أمال ماهر أخفتها من رصيد الإذاعة وربما سهو منها. برنامج تاني عن عبد الحليم حافظ اسمه صديقي الموعود بالعذاب، ومن ضمن اللي كشفوا عن حياة عبد الحليم بعد وفاته هو زواجه من سعاد حسني. يومها فجر مفيد فوزي مفاجأة كبيرة بالخبر ده، وإنهم اتجوزوا في السر، وكان مفيد يعرف بحكم صداقته مع عبد الحليم وكاتم أسراره زي ما كان بيقول. لما سألوه عن سبب طلاق عبد الحليم حافظ وسعاد حسني قال عبد الحليم كان زي أي راجل شرقي بطبعه، شديد وبيغير عليها، وده السبب، غيرته كانت سبب الطلاق، لدرجة كان بيبعت سواقه الخاص يجمع له أرقام عربيات ضيوفها اللي بيزوروها في بيتها أو اللي بتسهر معاهم في بيت المخرج حسن الصيفي أو أي مكان تروحه. كان بيقول لها انت كلمتي فلان وفلان، يعني كان حاططها تحت عينه من شدة غيرته، وكان عنده شخص بيوصل له أسامي أصحاب العربيات دي. ولما الناس اتهمت مفيد إنه أفشى سر زواج عبد الحليم اللي ائتمنوا عليه، قال لأ ما كانش سر ولا حاجة، لأني عملت حوار مع سعاد وهي قالت كده، وطالما هي صرحت من نفسها ما أقدرش أقول لها اسكتي. ده كان لما سألتها في حوار عملناه بالتلفزيون المصري عن علاقتها بعبد الحليم، وقالت رعاية مطلقة. قلت لها إيه رعاية المطلقة دي؟ قالت يعني في رقبته. حسب ما قال مفيد إن عقد الزواج ده كان في سنة 1960، وإنه اللي شهد على العقد ده الإعلامي وجدي الحكيم والملحن كمال الطويل أصحاب حليم، وإنه كان عقد شرعي بس سري، وتم توثيقه في مشيخة الأزهر بتوقيع شيخ الأزهر وقتها، وكان سن سعاد حوالي 17 سنة. بعض الفنانين نفوا قصة الزواج دي زي سهير البابلي وسمير صبري، وقالوا آه كان بيحبها، لكن ما حصلش زواج. مفيد كان معروف عنه انه صحفي واعلامي مشاكس، البعض وصفه بالمستفز لانه كان بيسأل الضيوف اسئلة محرجة او مستفزة ويجبرهم يتكلموا في تفاصيل مش بيكونوا مستعدين ليها او في مواقف مستفزة، زي انه كان في حوار مع الفنانة سناء جميل في شقتها وكانت بتمارس يومها العادي كأي ست بيت، وفضل يسألها عن ازاي هي عايشة وهل هي اللي بتطبخ وتغسل، ردت عليه قالت له اه وبكوي الغسيل كمان. مفيد كان بيتكلم وبيأزأز لب وبيرمي بحركة لا إرادية على الأرض عشان تبص له سناء جميل وتحرجه بكل هدوء وتنبهه بالذوق إن في جنبه طفاية أو بلاش يرمي على الأرض. مفيد كان معروف عنه الأسئلة الشائكة للضيف لدرجة إن بعض الضيوف خرجوا عن هدوءهم في الحوار، زي الفنان أحمد زكي لما سألوا عن طليقته الفنانة هالة فؤاد وهل ممكن يرجع لها ولا لأ،
فرد أحمد: أنت اقتحمت حاجة أنا ما بحبش أتكلم فيها. نفس السؤال تقريبا سأله لعمرو دياب في حوار بينهم وقت عرض فيلم ضحك ولعب وجد وحب، وسأله عن سبب طلاقه هو وزوجته الفنانة شيرين رضا. عمرو كان محرج من السؤال اللي اتفاجئ بيه ومقدرش يهرب من محاصرة مفيد ليه، وكان رده: المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. مفيد ما اكتفاش بكده وطلع بتصريح عن عمرو دياب مؤخرا، قال عنه: ده مجرد مطرب بعضلات ومشاركش في اعمال قومية، يقدر يطلع مع فتاة جميلة يغني وعنده حضور اجتماعي، لكن لا يملك صوت وما بحبش اسمعه، وهو مش مطرب زي علي الحجار ولا عبد الحليم. طبعا ده عرض مفيد لهجوم من محبي عمرو دياب، واللي زود حالة العداء دي بينه وبين عمرو دياب كلامه عن دينا الشربيني اللي يقال انها كانت زوجة لعمرو من وقت قريب. مفيد قال: دينا الشربيني دي مثال للشباب السيء، وقدمت أسوأ صورة للي من جيلها. دينا ممثلة كويسة لكنها لا تملك ظهور اجتماعي جنب عمرو دياب، ولو كان ليا قرار كنت جبتها وضربتها علقة عشان تفوق لنفسها. ده حتى ياسمين عز المذيعة اللي عاملة حالة من الجدل والمعروفة بمناصرة الرجالة ما سلمتش من نقده، وده لما كان معاها في حلقة وقال لها: في البداية كده عندي ملاحظات لازم أقولها لك، لما دخلت الاستوديو كان المفروض تقومي تقفي ترحبي بيا، مش لأني صاحب اسم كبير وشهرة، لكن عشان أنا من آباء المهنة دي. ردت ياسمين عليه باعتذار وإنها ما قدرتش تعمل ده عشان أسلاك المايك اللي متعلق في ملابسها. من المعلومات الغريبة عن مفيد فوزي إنه استخدم اسم واحدة ست عشان يكتب مقالاته في الصحافة لمدة 18 سنة، وكان اسمه نادية عابد، وكان في عمود مخصوص ليه. لما تسأل عن كده قال كان عايز يقدم نموذج لتفكير المرأة المصرية العصرية، لكن البعض شكك وقال أكيد في سبب تاني خلاه يتخفف شخصية وهمية. مفيد فوزي تزوج من إعلامية مشهورة هي أمال العمدة سنة 1969، كان اتعرف عليها في فوق سياحي إيطالي بالأقصر واعتقد إنها إيطالية مش مصرية، لكنه اتفاجئ إنها مصرية صعيدية من الأقصر، وقال إنها دخلت قلبه من خلال عقله لما بعتت له جواب طويل من حوالي 100 صفحة تناقش فيه مقالاته. قال: عرفت تخاطب عقلي وتفهمني. لكن رحلة الزواج دي انتهت سنة 2001 لما ماتت زوجته وتركت ليه بنته حنان، واللي حاليا شغالة في مجال الإعلام. من أشهر أعمال مفيد الحوارات السياسية، فعمل حوار مع الرئيس الأسبق حسني مبارك أكتر من 3 مرات تقريبا، ومن أشهر لقاءاته السياسية اللي البعض بيذكرها لقاءه مع وزير الداخلية زكي بدر، اللي يوم تسجيل الحلقة معاه كان مفيد قاعد بيجهز نفسه والباروكة ومظهره لدرجة استفزت وزير الداخلية يومها وشتمه بلفظ مسيء، واعترض انه يقعد في انتظار مذيع بباروكة على حد قوله وقتها. أشهر برنامج صحفي تلفزيوني كان اللي عمله مفيد وهو حديث المدينة، كان أشهر برنامج في الوطن العربي كله، لدرجة أنه كان بيحاور فيه مجرمين ومواطنين عاديين ومشاهير، لدرجة أن البرنامج ده تصنف من أعلى البرامج مشاهدة، وده كان في فترة وزير الإعلام صفوة الشريف سنة 1998، عشان يعملوا برنامج شبه البرنامج الناجح في لندن وقتها واللي كان اسمه Talk of the Town، ويحقق نجاح مشابه لنفس نجاحه في لندن، ويكون من أوائل البرامج اللي بتخرج فيها الكاميرا للشارع. من أهم أعماله برنامج فوازير رمضان، وبرنامج أوافق أمتنع مع سناء منصور، وبرنامج فنجان شاي مع سامية صادق، ده غير مؤلفاته زي جواز سفر إنسان ومجموعة مقالات نادية عابد وهيكل الآخر ومذكراته بعنوان نصيب من الحياة. مفيد فوزي كان له تصريحات تثير الجدل واللغط زي كلامه عن الشيخ الشعراوي وما قلته أنا فرحت يوم موت الشعراوي، لكن إيه حقيقة التصريح ده؟ وهل حصل فعلا من مفيد فوزي ولا لأ؟ لما ظهر مفيد فوزي في برنامج مع إعلامي اسمه أحمد سالم على قناة القاهرة والناس، سألوا: هل ندمت على التصريحات اللي قلتها عن الشيخ الشعراوي؟ رد مفيد وقال: ندمت طبعا، ما كنتش عايز اقول او اتكلم. سألوا المذيع: هل ده كان رأيك وما كنتش تحب تصرح بيه ولا ده مش رأيك؟ قال له: لا، انا عملت حوار كبير ونشرته في مجلة صباح الخير وكان مبسوط بحواري معاه، انا تم الايقاع بيه والحديث عن الشيخ الشعراوي، ولما سألني احد الاعلاميين اعتبر صمتي ده موافقة على كلامه. اللي حصل ان الحوار كان على الشيخ الشعراوي وان هو اللي زرع بذرة التطرف في مصر وفرض الحجاب على الفنانات، ده كان نص الحوار مع مفيد فوزي ومذيع اسمه حمدي رزق، واعتبره هو السبب في اقناع فنانات كتير بالحجاب. الغريبة ان كان في سبب تاني
وهو سبب زعل الشيخ الشعراوي من مفيد فوزي لما قال إن الشيخ أهداه كوز درة وقال له تمن كوز الدرة في أمريكا دولار وأنا كوز الدرة ده مهم الأكلي. طبعا ما كانش الشيخ يحب ده يتكتب في الحوار حسب ما ذكر مفيد، وده سبب زعل الشيخ منه عشان يروح لمفيد بيته ويعتذر له ويفهمه إنها معلومة لا تسيء ليه. لكن كان واضح إن مفيد بيحب الجدل أكتر من حياته، واللي كانت حافلة بالإثارة والآراء اللي ممكن تضايق الغير. توفى مفيد فوزي عن عمر ناهز ال 89، وظهرت شائعة على الفيس إن القبر رفض دخول نعش مفيد فوزي لأنه غلط في الشعراوي، وصوروا واحد بيهدم أو بيعمل توسعة في القبر عشان يعرفوا يدخلوا التابوت، واللي اتضح إن مقاسه أكبر من القبر نفسه. حتى لما مفيد فوزي مات أثار الجدل يوم وفاته. لو حابب موضوعات معينة نتكلم عنها الحلقات اللي جاية ياريت تقولنا في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.